السلام عليكم، حلقة جديدة، فلوق جديد. هنبداو معكم اليوم من وسط الطوموبيل. الضيف ديالنا اليوم جاي من لامارك فولكسفاغن. خليك انت تكتشفوا مع الفيديو. فوالا لوبيراسيون اليوم ان شاء الله بارك اسيس كما شتي في العنوان. نقربك شويه من الصوره. الطوموبيل ما فيها والو، واخا كدير مارشيير حتى حاجه ما كتافيشا، ني كاميرا ني رادار ني غيان، حتى حاجه ما كتبان عندك. هنا تصوغ خصك ترد البال، ستاسيونمون خصك ترد البال، مارش افون مارش اريير ديما خصك ترد البال. الطوموبيل جات عندنا باش نحيدوا هذيك كلمه ترد البال. يلا شوفوا على برا شنو كاين. فوالا اي بارشو كارير، ما فيه حتى حاجه، حتى رادار، ما فيه والو، خاوي في لاطاش غوموك. الا ما رديتيش عاوتاني البال عاد ضرب لي موراك. داكشي علاش الطوموبيل جات عندنا. بارشوك القدام حتى هو ما فيه والو، حتى رادار سامبل. فوالا الدور ديالنا هو هذا، غنانستاليو ليها بارك اسيست بلي رادار ديالو. بغيتي تعرف كيفاش كيخدم؟ يلا معايا. السلام عليكم، مرحبا بك في استوديو طونجي كودين. كما قلنا لكم في لاتولي نهضروا لكم في استوديو على بارك اسيست ستاسيون اوتوماتيك ديال غولف 7، هو هذا اللي قدامنا. قبل ما نبداو نهضروا على هذا البرودوي هذا، كنبريزونتي لكم المساند الرسمي ديالنا في الحلقه ديال الروبروك ستاج 1. الا كنتي مفرج فيها نعطيك معلومه اخرى دابا ما سمعتهاش في الحلقه، كنتيش متفرج فوق نخلي لك لوليا دخل تفرج في الحلقه. هذا بارك بوالور، هادو هما المساندين الرسميين ديال الكوبل موتور، ولتحت طوموبيلات سبور اللي كيكون عندهم البويسونس طالع، يعني هما بجوج مع بعضيتهم. المعلومه اللي ما كنت بارطاجيتش هذيك المره، هو من الحوايج اللي كيتحكموا في الكوبل موتور هو لابيال. لابيال واحد لابياس كتكون في الموتور، ها هي الشيمه ديالها فين كاينه. قد ما كانت هاد لابيال كبيره، يعني كنا هضرنا على المسافه في الحلقه، قد ما الكوبل موتور كيكون طالع. هاد لي بوالور عندهم مواطر كبار، سيلندر والبيستون عندهم كبير ولابيال كبيره بزاف، داكشي علاش كيكون عندهم كوبل عالي. يعني هنا راه كتهضر على 1200 1300 1400 2000 نيوتن متر، يعني كوبل طار. الطوموبيلات الكوبل ديالهم راك عارف كيقدر يكون 470 570، فهمتيني. هادي المعلومه اللي بغيت نبارطاجيها معكم. نرجعوا للموضوع ديالنا اللي هو الكيت ديال البارك اسيست ستاسيون اوتوماتيك ديال غولف 7. الحلقه هذه غتكون كماله للحلقه اللي هضرنا فيها على البارك بيلوت. الا ما كنتيش فاهم البارك بيلوت وما عارفوش، راه صعيب تبع معايا في هذه الحلقه هذه، حيت غنكمل ما نعاودش كلشي من الاول. الا ما كنتيش مفرج في الحلقه ديال البارك بيلوت، ها هي الفوق، تفرج فيها تقدر تشد معايا الريتم بالزربه هنايا. بالنسبه للبارك اسيست تقريبا بحال البارك بيلوت، زايد عليه في بعض الحاجات قلالين. حيت البارك بيلوت كما كنا شفنا في الحلقه فيه الكابلاج، فيه لي رادار 4 ديال القدام 4 ديال اللور، فيه بواتي، فيه بوطون، فيه جوج ديال لي باف. بارك اسيست زايد عليه بلي كابتور ديال لابيس، زيد عليه بلي كابتور او لي سونسور لاتيرو، زيد عليه بالكابلاج كيكون زايد الكابلاج ديالو. ديال البارك بيلوت كيجيو فيه البوطون على بارك بيلوت، هو هذا كتجي فيه حتى البارك اسيست. يعني هذا بارك بيلوت كيخدم لي رادار، هذا ديال ستاسيون اوتوماتيك. في الطوموبيل ملي نركبوه نعرف فوقاش كنخدمو بهاد البوطون. الاختلاف الاول، الاختلاف الثاني، الاخر كتجي فيه بواتي. الفرق اللي كاين هاد البواتي كتريتي لك رادارات القدام، رادارات اللور، ورادارات الجنب دي غادار لاتيرو. البواتي اللي كتجي في البارك بيلوت كتكون كتريتي على رادارات القدام او رادارات اللور، هادشي ديجا سينيالينا. لي كابتور ديال لابيس ما كيكونوش في البارك بيلوت، كيكونوا في البارك اسيست. الكابلاج ما كاينلاش نديطايوه نقولوا هذا الخيط كيجي زايد على اخر، المهم كيكون كابلاج زايد حيت زايدين دي زاكسيسوار. ولي غادار لاتيرو اللي هما ضروريين في البارك اسيست، بارك بيلوت فيه هادو، رادار لاتيرو كيكونوا زايدين في البارك اسيست. هادو لي رادار لاتيرو ديال القدام درواس غوش، هادو الفورنيسور كيتعمد يصبغهم لينا بكولور ديفيرون على اخرين كاملين باش ما يتخلطوش لينا، حيت هادو عندهم ان فورم سبيسيال وعندهم فونكسيونمون سبيسيال، هما اللي كيديتيكتيو لينا البلاصه اللي امباركيو فيها. فاش كتلونسي الطوموبيل تقلب لك على بلاصه ديال الباركينغ، هادو ديال القدام هما اللي كيديتيكتيو لينا البلاصه واش كافيه انا، وكتقول لك الطوموبيل هاد البلاصه دخل باركي فيها. باراليل نخلي لك فيديو باش تشوف فاش كيتلونسي الطوموبيل سينيال في لا ريشيرش. Thank you.
لي غادار العبار ديال الاخرين كيكون مختلف، هادو كيكونوا كبارين، يعني حتى لي زوتي باش كتقب في الباراشوت خص يكون عندك دي زوتي سبيسيو اللي كتقب به هادو بوحدهم، وانوتي اللي كتصوب به البلاسمون ديال الاخرين بوحدهم. ملي كتركب البارك اسيست يعني الطوموبيل كيولي عندك فيها 360 دوغري ديال الرادارات، فاش كتلونسي البارك بيلوت كتطلع لك الطوموبيل دايره بلي رادار، كتولي ديتيكتي لي زوبستاكل ديال الجناب. ناخذ واحد ليكزامبل عندنا، كتولي الطوموبيل ديتيكتي لي زوبستاكل ديال الجناب ديالها الا داز شي واحد من الجنبه والقدام واللور. نهضروا على الفونكسيونمون ديال الباركينغ اوتوماتيك هنا في الاستوديو، من بعد نشوفو غيالمون في الطوموبيل من موقف فاش نركبوه. نورمالمون كنهضر الفيديو اون باراليل، كتلونسي لو بارك اسيست يعني بغيت نباركي اوتوماتيك، كتانفورمي الطوموبيل، الطوموبيل كتكون كتمشى بلي رادار ديال الجناب اللي هما هادو ديال القدام وهادو ديال اللور، كتكون كتمشى كتعطي لي سينيو وكتبدا دوز كديتيكتي لي زون بلاسمون. هذا كياخذ لانفورماسيون القدام، كتكالكولا هاد لا ديستونس كتمشي، لمن كتمشي لنا البواتي، البواتي هي اللي كتكالكولي واش ديك بلاصه كافيه الطوموبيل اولا ما كافياهاش. باش كتعرف هي هاد البلاصه واش كافيه الطوموبيل هو بالكاليبراج اللي كنديرو من مور فاش كنلصقوه. هاد الباركينغ اوتوماتيك واخا تركبو في الطوموبيل ما يخدمش، خصو كاليبراج وخصو كودين. شنو هو الكودين ديالو؟ هو كدير ليه ها لون بلاسمون اللي خصنا نباركي فيه، البلاصه المينيموم الماكسيموم، شحال ليسباس خص يكون ما بين الطوموبيل القدام، شحال وديال اللور تروطوار، شحال العلو ديالو، حيت بعض المرات تقدر تلونسي تكون بلاصه وما ديتيكتيهاش الا ما كانوش هاد المعلومات كاملين اللي عطيناها او لا هاد لي دوني كاملين اللي عطينا للكالكيلاتور متوفرين مع سباركيش لك. الا كان التروطوار قل ما تشوفش هي ديك البلاصه، كتاخذ كاع هاد المعلومات كدير الكالكول ديال هاد البواتي، الا جا هذاك الشيء هو هذاك كما عطيناها كتقول لك اونيفا راه كاينه ان بلاص دخلت باركي. هاد الشيء كامل اللي كنقولو غتشوفوه معنا اون ديتاي ان شاء الله من مور لانستالاسيون ديال هاد البارك اسيست. نتمنى نكون هضرت بعجاله على البارك اسيست وما كثرتش عليكم. المهم عندي ماشي هو نهضروا على لي ديتاي تكنيك ديال كل بياسه كيفاش مصنوعه وعلاش تصنعات. الهدف ديالنا هو ملي نشوف الطوموبيل كتباركي راسها ما يجينيش عجب نقول او الطوموبيل كيفاش كتعرف البلاصه. هو بارك اسيست المعنيه ديالو انه كيعاونك تباركي ماشي كيباركي ليك. بزاف الناس كيكونوا غالطين كيصحابوا لركب البارك اسيست راه الطوموبيل تكون بحال بنادم يحطها في بلاصه ضيقه تقول ليه باركي، لا الطوموبيل راه ديما قل منك ما عمرها ما تكون في حالك. انت راه بلاصه كيما بغات تكون تقدر تباركي فيها، الطوموبيل لا عندها واحد دي دوني عاطينهم ليها حنايا باش تباركي فيهم، الا ما توفروش ليها ديك لي دوني ما كتباركي. انت عاوتاني نهار قريتي البيرمي عندك لي دوني باش كتباركي، هو العبار ديال الطوموبيل خصك تخلي متر قدامك ومتر اللي موراك، ولكن انت ماشي بحال الطوموبيل، انت واخا نعطيوك 10 سنتيم قدام 10 سنتيم اللور والطروطوار ما كاينش راك عاد تباركيها الطوموبيل لا. نتمنى نكون ما طولتش عليكم وتكونوا فهمتوا معايا الحلقه واخا دازت خفيفه. موعدنا في الطوموبيل ان شاء الله، نشوفوا من بعد لانستالاسيون ونشوفوا الطوموبيل ديالنا بصح هادشي اللي كنقولوا واش كاين اولا ما كاينش. السلام عليكم. حنا تقريبا في لافاز فينال من بعد ما ركبنا لي رادار وهما راكبين، نحاول نقربكم شويه من الصوره وصافي. باقي كلشي مديمونتي متوصلش البواتي فوالا. المهم العيبات دابا اللي كاين هو انه الطوموبيل مازال ما مأكتيفينش، تركاب كلشي راكب ومن بعد ما مأكتيفيش. هاد الخير ديالي هو هذا، اون فوا كتكليكي على البوطون ديال بارك بيلوت كتطلع لك ديك هاد البارك اسيست، يعني باقي على الكوديفيكاسيون. اون فوا انكوديوها غنرجعو كلشي ليطا نورمال، غتبان لك 360 دوري لدايرة الطوموبيل هنايا فيو ديال هاد لافو اغيغ. يلا نتلاقاو بخي ريزيطا فينا. دونك حنا في لافاز ديال الكودي انكوديو ان شاء الله، هما دينا ديجا فيه هما طلعو من الرادار انكوديو ان شاء الله كلشي ونجمعو الطوموبيل ونمشيو نقيسو. خليك دابا مع الفيديو ديال الغومونتاج الجميع.
فوالا لانستالاسيون ديال لو بارك اسيست كمل في هذا الجولف سيت في الفيديو في الاستوديو. شفتي معنا داكشي كامل اللي قلنا غنشوفوا واش كاين، ولكن قبل نقربكم من الخدمه كيفاش داو فيها داو الحوايج اللي ما كانوش في الطوموبيل اللي رادار ما كانوش كاريمون. فوالا طالو فيها 6 لي رادار، جوج لي رادار لاتيرو هما هادو ديال الجناب، هادو هما اللي كيديتيكتيو لومبلاسمون ديال الباركينغ واش كافيك اولا ما كافيك. شوفوا لي رادار ديال اللور هما هادو لي رادار ديال الجناب. ندخلوا دابا لداخل نشوفوا بالنسبه للداخل شنو بدلنا. بدلنا البوطون، ما كيجيش فيها نورمالمون البوطون، كتجي خاويه البلاصه ديالو نورمال. هادو كيشعلوا مع الفيوز، كيشعلوا بالضو مع الفيوز، وملي كتخدموا مرة كيشعلوا بالاورانج بحال دابا. هذا البارك بيلوت يعني لي رادار ديال القدام واللور، هي رفيها 360 درجه في لي رادار. هذا البارك اسيست، هذا الوغ حتى تشوف لي رادار يشعلوا 360 دوغري. هذا الجيد لاين راه كيتحرك مع الفولون. نحاول نرجعو شويه للور باش تشعل ديك 360 دوغري. شتي اللي رادار تجناب هما كيخدمو. فوالا شتي بالنسبه لهاد لي رادار اوريجينو. حاجه اخرى عاوتاني كتجي فيهم مزيانه هو في الريغلاج. شي الريغلاج كتلقى اسمح لي داك المرات كنهضر وما كنبقاش مكونسونطري. ستاسيونمون اي مانوفر، ستاسيون مانوفر كتحكم ليهم في الفوليوم تي رادار. فوالا افون و لاغيير، وكتحكم في لاوتور ديال الصوت، يعني واش بغيت الصوت غليظ صوت رقيق باش كتميز ما بين القدام واللور. شي ما تحاول ما ديرش نفس الصوت في القدام ونفس اللي كاين اللور، وفي نفس الوقت راه كيخدموا بيانو. الا معاك شي دري صغير بدا يبكي عاد تلعب ليه شويه بدا يسكت. اي فوالا دابا ما بقى لينا غير نمشيو نديرو التيست ديالنا. شوفو الطوموبيل ديالنا واش باركي في بلايص مزيرين بلايص مزيانين. المهم نتلاقاو ان شاء الله ملي نلقاو بلاصه ديال الباركينغ اللي تكون مزيانه وسيكوريزي نمشيو نجربو فيها ستاسيونمون ديالنا. يلا موعدنا. البارك بيلوت معا كتحرك كيدوز اوتوماتيكمون وكيتحيد عاوتاني من ليكرون اوتوماتيكمون. اون فوا كتوصل للسرعه ديال 20 18 20 شي اوتوماتيكمون كيتحيد، كديكلونشا عاوتاني الوقيته اللي الطوموبيل كتكون لا فيتاس ديالها طايحه وقريبه شي اوبستاكل. دابا هنا غنلونسيو ليها لا غوشيرش على النوع ديال البلايص. عاود مره ثانيه البلاصه اللي تدخل عليها مارشيري وركو حبس نشوف. دابا كنقلبوا ليها على بلاصه وكتعطيه بالسينيال، اللي عطيتيها كوش غتقلب في جهه لا كوش، عطيتيها اليمين تقلب في جهه اليمين. دابا هنا درنا جهة اليسار. بس هات ملي كتلقى بلاصة راه كتعطيك لا فليش كوم كوا اللور راه كاينة بلاصة صافي عاد تحبس ودير ليها المارشارية. بس فراني تقدر تقول باش نعرفوها اننا قالت لينا دير المارشاريير اولا دير افون لا مارش اغيير. حتى باش تعرفها تتبان لك واحد لابوند راه هي تحت ديك الساعه 18 12 دقيقه غتحتها واحد لابوند، هادي كتبان لك قد ما الطوموبيل كتقرب لوبستاكل قد ما انا نبينوها لكم دابا. سير شيا شويه ندبه قد ما قربات قد ما هذيك لابوند كتنقص كتنقص حتى كتوصل للحد هذاك هو البوان اللي نتا تحبس فيه.
صافي راه قالت لك هي بارك اسيست تيرميني وبخوني لو كونترول. هذا نديرو نرجعو للور نشوفو هنا شويه بلاصه متسعه. شوف كلمه البارك والباركاتها مع التروطوار. نقربكم من الصوره هنا الى نحاولوا نديروا دابا واحد الفيديو ان شاء الله من برا الطوموبيل كيفاش كتباركي على برا. دابا نجربوا تيب دو باركينغ في بلاصه مضيقه شويه ما بين هاد داسيا لوغان وهاد الفورد سيروكو واقيلا ما عرفتش الفورد هادي. راه ديتيكتات ديجا البلاصه واقيلا ملي كتحبس سير نحاول نقربكم من المشهد. باركت لينا ترونكيل بين جوج طوموبيلات الباب عا يتحل وتهلا ريال كتخلي لك خلات لي سباس بينها وبين بين التروطوار. هي دابا كتبازي ديما على الطوموبيلات اللي مباركين. الا كانوا الطوموبيلات باركين عوجه كتاخد عليهم العبار فهي كتبارك. هذا هو اللي كاين. دابا نقلبوا على شي بلاصه شي امبلاسمون ديال دي ستاسيونمون نقدروا نجربوا فيه البارك اسيس ديالنا ونديروا بشي فورماسيون للكليانت هو يعرف الخدمه ديالو كيفاش. لونسي البارك اسيس ديالك تعطيها الكوتي واش من نوع الباركينغ هاد باركينغ صافي وقت تما غادي انفو كديتيكتي بلاصه راه كتقولها لك تما كيطلع لك واحد الفلاش بلا ما تحط الناس لي من راه اوتوماتيكمون في الكودين درت ليها باللي ادغوات اللي هي ليغال يعني ستاسيون ديما كيكون ادغوات في حاله ما تبارك على لاف هي اللي كدير السينيال على لاف. هذيك لابار اللي قلت لك راه هي كتعمر في الجنب راه هي صافي اوتوماتيكو عمرات حبسات قلت لك زيد القدام عطي ليها القدام وعاد رجليك على الفرام بدا تطلق ثاني قلت لك لاريير صافي فداني قلت لك بارك اسيست تيرميني روبرون لو كونترول. نجربو دابا اونتخ جوج ديال الطوموبيلات بينات جوج طوموبيلات نقلبو على شي بلاصة لي يكون فيها جوج طوموبيلات ونعطيو هاد التيب ديال ستاسيونمون جناب على ما نلقاو بلاصة. دابا نحاولو نقلبو على امبلاسمون ديال يا غادي وكديتيكتي في البلايص شوف ما بين هاد الداسية وهاد الزهرة هي راه كتا كتفوت البلاصة عاد كديتيكتيها راه ما تا كتفوت اوتوماتيكمون رجليك على الفران وعينك في لي غوتخوفيزور اللي يكون جاي شي واحد ديك لابار راه هي تبلش لابار لهي فاش تبقى تفراني صافي قالت لك ستاسيون اي تيرميني. نخرجوا نشوفوها كيفاش باركات نطلعوا العبار. فوالا باركات بين جوج طوموبيلات مزيان نخير العبار. نجربوا دابا تمام نبدلها دابا نجربوا ان هي تخرجنا نديرو فورماسيون ها هو شوف ما نوريك. اول حاجه ديرها كتلونسي لها البارك اسيست كدير مارشاري وكتعطي السينيال اش من جهه انت غتخرج غنخرج على اليسار صافي ولدو تطلق عاوتاني ماشي كتخرجك 100% كتعاونك تخرج صافي يعني فوا كتقول لك الطومبير كتديتيكت هي براسها راه خارجه كتقول لك تكمل الفولون فهمتي كون كانت ما خارجاش دابا كانت تزيدك وترجعك وتزيدك حتى تقابلها لك واضحه بزاف
دابا نجربوا مع الكليان ان شاء الله هو اللي يدير لي لي سي ديالو في ستار كامو باش ما يمشي من طونجي كودين تيكون صافي عارف بلاصه دو ا زد. فوا ديتيكت البلاصه اللي كنتي غاس باركي تحدث اسي سي دا سير قلب على اون بلاصمون لي سير فيما بالك سير اي بلاصه بحال انت اللي غاس باركي نيت مارشاري صافي اطلق الفولون ممكن عينك في الروتروفيزور اللي يكون جاي شي واحد ديتيكتي دوك التروطوار التروطوار ما مقادش ليه هادشي التروطوار مقاد غير كتاخذ لي لي كوردوني من شي طلعت الكاراج وحان يعني داكشي اش ما كملاتش البوصه مي راه كوكرا واخا كرا دخلات البرانسيبو هذا البرانسيبو انت ابخي مليات على الشمال الى عتباركي هي على الشمال سينو بار ديفور على بار ديفور عند الغواص الاولانيه هي الى كنت على الجنب سينو عتباركي طويل هنايا رجلك على الفران دائما عينك في الريتروفيزور والبارير باش تفران لا بار فوالا اكزاكتوم صافي كلشي واضح يلا نتوكلوا على الله وطونجي كودين راه دائما عندهم السيرفيس ابريفون صافي برافو ليك واش شي دابا بقينا انا كليان كاع ما سولنا راه عطى الغوماخ ديالو كان شي حاجه مرحبا بك السي ايمن ومرحبا باي واحد كيتفرج في هذا الفيديو كنظن ان الحلقه اولا الفلوغ اولا ما شنو نسميوه على البارك اسيست سالات عطينا لي ديتاي كاملين لي ديتاي تكنيك عطينا الخدمه كيفاش دايره كنشكر اي واحد تبعنا اي واحد كيخلي لايك كومونتير بارطاج ابيانتو ان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله تحيه لصحاب ديسلايك هو القران كيديروا ديسلايك والله تحيه لصحاب ديسلايك ماشي مشكل دابا لاكيس يلا الله يعاون بقى واحد لا رومارك ما قالهاش السي الكليان كيفاش لاكيس اخويا لاكيس هذا هو اللي ما كيبغيش كلشي كيعجبو كلشي نطول جيكو دي ان شاء الله لاكيس ما كيعجبوش يلا شكرا بزاف تحيه للجميع السلام عليكم.